الخبز الزيتون. عجينة سهلة جدا وبسيطة، مش مستاهلة ان انا اعمل عجان، مش مستاهلة ان انا استخدم لو انا ما عنديش عجان. كل اللي انا محتاجاه مضرب كهرباء وممكن كمان خلاط هضرب فيه المكونات وابدأ انزلها اللي هي السوائل، وابدأ ان انا انزل الدقيق وابدأ اخلطه. طيب شكله بيبقى عامل ازاي وهو ني؟ العجينة بتاعته اهي، عاملاه في قالب انجليش كيك علشان لما يستوي يطلع لي بالشكل ده. ممكن نقول لك دي الناحيه دي الاثنين جنب بعض. ادي وهو ني متخمر وهحطه دلوقتي في الفرن، وادي لما استوى اسيبه يهدى خالص وبعد كده اقطعه. هو ايه اللي انت حطاه على الوش ده يا نونا؟ ده جبنه رومي. عايزه تحطيها حطيها، حطيها مش عايزه تحطيها بلاش ما فيهاش اي مشكله. طيب المقادير عندنا على الشاشه، مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ كوبايه حليب وثلاث بيضات ومعلقتين كبار زيت زيتون علشان انا عاملاه بالزيتون، وزيتون اسود شرايح بس ده مش هحطه دلوقتي، وروزماري فريش برضو، وجبنه رومي مبشوره لو مش موجوده ما فيهاش اي مشكله ممكن ما احطهاش، و200 جرام من الدقيق يعني حوالي هنقول كوبايه او كوبايه ونص مثلا، ومعلقه كبيره بيكنج باودر هحطها اهي على الدقيق، وادي رشه الملح. دقيق بيكنج باودر ملح مع بعض في بوله واحده. طيب دي اللي هي المواد الجافه بتاعتنا. طيب المواد السائله انا حاطه هنا ايه؟ حليب وزيت زيتون وبيض. هبدا الاول اضربهم مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ما عنديش مضرب كهرباء هضربهم في الخلاط. بسم الله. عندي مضرب سلك، هبدا ان انا اقلب البيكنج باودر مع رشه الملح مع ال 200 جرام دقيق على حسب طبعا الكوبايه، مش هقدر اقول لكم هي مقاس كوبايه ايه، بس يعني اقل من ربع كيلو بخمس يعني بمعلقتين كبار. هبدا ان انا احط كده، عايزه كميه الدقيق كلها، وابدا ان انا اخلط كده. القوام بتاع العيش ده مش عجينه، متماسك شوية، تحس ان هو عامل زي خليط الكيك كده. بصوا كده بجمع الجناب خالص كده، بنزلها وابدأ ان انا اخلط كده علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. بصوا الخليط عامل ازاي بالشكل ده. طيب فاضل عندي ايه دلوقتي؟ عندي الروزميري، عندي الزيتون. عايزه تفرمي الزيتون اصغر من كده ما فيهاش اي مشكله، عايزه تفرميه خالص ما فيهاش اي مشكله، بس انا عايزاه ان هو يبقى مع التقطيعه باين زي القطع بالشكل ده. طيب عندي قالب انجلش كيك وعندي فرشه وعندي زيت، دهنه زيت بسيطه كده. عايزه تحطي ورق زبده وتخبزي فيه ماشي، بس بصراحه بالنسبه لي انا بحب دهنه الزيت افضل. يعني لما بحط دهنة الزيت وباجي اسوي فيها حاجه وخصوصا من المخبوزات بتبقى حاسه ان هي مقرمشه، مديها تحميشه حلوه كده مع سنه قرمشه. طيب عملت كده وارجع ان انا اعمل كده. بسم الله. بصوا بالشكل ده، انزل كل ده كده. معانا تليفون؟ بصوا كده نزلت الخليط كله. طيب نونا مقدار القالب نفسه يبقى ايه؟ احنا عارفين ان هو فيه بيكنج باودر تمام، وحاسه ان هو لما يقعد هيبدا ان هو يعلى شويه كمان. طيب بالشكل ده كده اروح عامله كده جبنه رومي على الوش، والفرن عندي شغال على درجه حراره كام؟ درجه حراره 180. هحطه يستوي وهحط ده كمان ونشوف شكلهم لما يطلع هيبقى عامل ازاي. شايفين شكله عامل ازاي؟ هسيبه يبرد شويه عشان هو لسه دافي تمام، وهنرجع نقطعه بطرنش مش بسكينه ناعمه.
بطرنشة او سكينه مصرصره عشان يطلع زي ما احنا عايزين شكله يكون عامل ازاي، ولما نرجع كمان هنشوف شكله من جوه عامل ازاي. مرضتش اقطع العيشه اللي لما تجولي، واللي احنا عملناه واللي كنا عاملينه قبل الهوا سايباه علشان ان هو ادخلهم الاثنين مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. هنشوف لما يستووا هيبقى شكلهم عامل ازاي. عندي كده جبنه وطماطم ومش محتاجه زيتون لان اصلا العيش بتاعنا فيه زيتون. طيب بسم الله. في بقى حاجه من الاثنين، يا اما هنقطعه ناكله زي ما هو كده طري مع الجبنه والطماطم، يا اما هنعمله زي ما انا بحبه بصراحه، ببدا ان انا اقطعه شرايح وارصه في صاج واحطه تحت الشوايه دقيقتين ثلاثه كده علشان يقرمش ويبقى محمص ونبدا ان احنا ناكله. بسم الله. نقطعه بسكينه مشرشره او طرنش. بالشكل ده كده. طبعا هو زي ما انتم شايفين كده لسه بيطلع بخار فهو دافي. وتعمدت ان انا اعمله في قالب توست علشان يطلع لي زي التوست بالشكل ده كده. طب نونا، هو انا لو عايزه ان انا اعمل العيش ده بس على فينو مثلا او اعمل العجينه على مدور، طبعا اكيد مش هينفع. ليه؟ لان انتم شايفين القوام بتاع العجينه كان عامل ازاي، فهو سايل عمره ما هيبدا ان هو يتشكل، فعلشان كده حطيته في قالب انجلش كيك علشان يطلع لنا بالشكل ده. وهنشوف شكله من جوه دلوقتي عامل ازاي. بص معايا يا حمدي، بصوا كده. انا مش عارفه هو الزيتون باين معاكم ولا لا، بس هو عشان اهو بصوا من هنا بصوا. طب ما تيجي نقطع كده يا حمدي. ده اكننا عاملين عيش توست بالظبط زي اللي بنجيبه من بره. طيب عايزه تقدميه زي كده زي ما قلت لك ماشي، بس انا بصراحه بقى هاخد منه كام شريحه كده علشان انا بحبه يبقى مقرمش شويه ومحمص علشان لما اجي احط عليه الجبنه مع الطماطم يبقى في منتهى الجمال. حاجه كمان، لو عايزه ان انت تعمليه زي ما هو كده وتحطي عليه شويه من الجبنه الرومي المبشوره، شلتوها؟ طيب تمام، شويه من الجبنه الرومي المبشوره وتبداوا ان انتوا تحطوها على الوش كده وتدخلوها الفرن، منها ان هو يتحمص ويقرمش ومنها ان الجبنه تسيح، هيبقى برده طعمه في منتهى الجمال. حاجه سهله وبسيطه ما خدتش مننا وقت خالص، ما فيش عجان ولا دعك ولا عجن ولا اي حاجه، ممكن ان احنا نعمله في الخلاط، ممكن ان احنا نعمله بالمضرب الكهرباء وزي ما انتوا عايزين. بنحطه في قالب انجلش كيك، سويناه طلع معانا زي الفل زي ما انتوا شايفين كده، اسهل من كده ما فيش. طيب نونا، لو انا عايزه ان انا اعمله وما يتحطش معايا زيتون، هينفع ان انا اعمله ساده كده؟ اه طبعا ينفع ان انت تعمليه ساده، هيطلع بقى معاكي الخبزه نفسها او العجنه نفسها فاتحه، مش هتطلع ان هي مغمقه شويه كده. هي خلاص خلاص هي مغمقه شويه كده علشان الزيتون، لكن لو شلنا الزيتون هيبدا ان انتوا تلاقوه فاتح وزي الفل. هبدا ان انا اعمل كده بالشكل ده واحطه تحت الشوايه دقيقتين مجرد ما الجبنه تسيح بس، وهبدا ان انا اطلعه. عايزه ان انت تعمليه وتشيليه في كيس وتحفظيه في الفريزر وتطلعيه تحطي عليه الجبنه الرومي وتحطيها في الميكروويف، هتبقى هايله وفي منتهى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللي كنا عاملينه مسوياه وسايباه يستوي، والتاني في الفرن بيكمل التسويه بتاعته.